لك عبارة بليغة دكتور محمود بتقول فيها ان انصاف الحلول لا يؤدي حتى الى نصف النتيجة. استاذنا احنا اتكلمنا مع الدكتور اسماعيل صبري عبد الله، وكان الشيخ الاخر للعلم في وقتنا ما كنا طلبة يعني، وما زلنا بنتعلم منهم من كتاباتهم، الدكتور سعيد النجار. ايوه. وده كان اقتصادي مرموق وصاحب لغة بديعة وبليغة زي الدكتور اسماعيل صبري عبد الله، والاثنين من نفس الجيل. ايوه. فواحدة من المحاضرات اللي الهنا في كلية اقتصاد ان كان بيتكلم على انه انصاف الحلول لا تؤدي الى انصاف النتائج. هو كان بيقصد بيها الدكتور سعيد النجاري انه الحلول يجب ان تكون كامله ومتكامله، وانه لا تؤخذ اجتزاء، وانه اذا كان هناك مشكله اقتصاديه فيجب ان يكون ادواتها الاقتصاديه موجوده وحلولها الاجتماعيه المسانده موجوده والدعم السياسي لها موجود. فاذا اكتفيتي بالاقتصادي دون الاجتماعي مش هتوصلي للحل النهائي. لو مفيش دعم سياسي ورا الاثنين يبقى هيبقى في فشل ذريع او فتره مؤقته فقط تنعمي بها بثمار الجهد. وبالتالي هي فكره الحلول بس هي الفكره الشامله جميله يعني. صحيح. فكره حقيقيه كمان.